الشبكة الكهربية تكسب. راجل الأدوات، ها؟ بتفكرني بابني بدأ يفك التلفزيون وهو عنده 5 سنين، ودلوقتي بقى بيفتح تليفونات أصحابه. شكله كده ممكن يعلمني شوية حاجات. تمام، كل حاجة قانونية قدام الناس. محبط جدا للأمال، صح؟ من أول نظرة. خلينا نقرب. انت بتدور على حاجة معينة؟ الحوش ده هنا من زمن طويل، كان بيستغلوا المهربين في الوقت ده. فهمت، شكلهم بيحبوا الأوض الخفية. شوف ده، شكله فاضي. عندي لوحة خفية زي اللي على الباب، المواسير بتودي الناحية اللي ورا. دور على صندوق توصيل تاني، هشوف لو عدسات قناعي تقدر